أهلا أصدقائي، هل أنت مستعد لاختبار قدرتك على الذكاء وإثبات أنك قادر على حل شفرات هذه الصورة الرائعة؟ حسنا، ولكن اعلم إذا استطعت حل أكثر من 3 اختبارات فأهنئك بفوزك في الاختبارات، ولا تنسى أن تشارك في التعليقات بالاختبارات التي استطعت حلها وأيا منها قد عجبك. هيا بنا. سبع خدع بصرية لاختبار عقلك. سابعا، أثبتت حقيقة علمية أنه عندما تكون هناك عناصر مشتركة في تكوين صورة مشهورة فإنها تجعلها ميزة كبيرة لانتشار وتخليد هذه الصورة في عقول المشاهدين. وفي اللحظة التي تفكر في تحديد عناصر هذه الصورة فإن عقلنا لا يتوقف عن التركيز في جزء معين من الصورة، لذلك من الصعب أن تفكر في صورة أخرى موجودة في نفس الصورة التي تشاهدها. ولهذا أتحداك أن تجد صورتين مشهورتين في هذه الصورة. حسنا، في هذه الصورة ستجد سنو وايت، ومن الداخل تجد صورة المحقق شارلوك هولمز. سادسا، في هذه المرة سنركز بدون معرفة أي جزء يستخدمه عقلنا ولنبدأ. أحضرت لك تحدي آخر أعده متخصص ياباني في الخدع البصرية، وهنا أريد معرفة أي جزء من الصورة ألفت انتباهك من المرة الأولى، ويمكنها أن تكون الفتيات أو الأرجل أو كلاهما معا، ويجب أن تأخذ في الاعتبار أنها عبارة عن صورتين لا علاقة بينهم. فلنشاهد. حسنا، إذا كانت إجابتك الفتيات فهنا استخدمت الجزء الأيسر من عقلك، ولكن إذا كانت الأرجل فبالطبع استخدمت الجزء الأيمن، وأكثر من 75% من الأشخاص كانت إجابتهم الفتيات. خامسا، في هذا التحدي سأعطيك 5 ثواني لتخبرني أي حيوان في هذه الصورة. أوقف الفيديو واكتب تعليقك أسفله. حسنا، إذا كانت إجابتك أن الحيوان هو الأرنب فإجابتك صحيحة، أما إذا كانت الإجابة بطة فأيضا إجابتك صحيحة، فهذه الصورة بها خدعتين لحيوانين في صورة واحدة، وحوالي 60% كانت إجابتهم بالأرنب و40% كانت إجابتهم بالبطة. رابعا، في هذه الخدعة أيضا يوجد حيوانين في صورة واحدة، لهذا ركز جيدا وجاوب أي حيوان شاهدته أولا. حسنا، أنا متأكد أن إجابتك كانت حمار، أو على الأقل كانت حصان، وهذه حقيقة، فهذه الصورة تستخدم في مدارس الأطفال لاختبار عقلك ومقياس درجته بأي صورة شاهدها أولا، وهذا لأن الأطفال دائما لديهم تركيز آخر عن الكبار. ثالثا، في هذه المرة سيكون لغزا مشهورا، ولكن قبل أن تقول إجابتك في التعليقات خذ وقتك وفكر جيدا. حسنا، كم عدد الثقوب أو الفتحات في هذا التيشيرت؟ حسنا، الإجابة الصحيحة هي 8 ثقوب، 2 في الأكمام، 1 في العنق، و1 في الأسفل، و4 في التيشيرت، و2 في الداخل، و2 في الخارج. ثانيا، تحدي الثقة. سأعطيك صورتين وعليك أن تجيب بأي من الأشخاص تعتقد أنه مجرم دموي. أوقف الفيديو وجاوب في التعليقات. حسنا، إذا كانت إجابتك الشخص الموجود على اليسار فأنت مخطئ تماما، لأنه يكون لاعب هوكي مشهور يسمى مايكل ريتشي، والشخص الموجود على اليمين فهو رجل فقير متهم بقتل 218 من المرضى، وحكم عليه ب15 قضية حكما مؤبد.
في المرتبة الأولى في هذه الخدعة الأخيرة سأعرض عليك بعض الصور التي ستحدد شخصيتك. حسنا، إذا شاهدته انفجار فأنت شخص ذكي ولديك إحساس عالي من الخيال، وإذا شاهدته يدين فأنت شخص هادئ، وإذا شاهدته شجرة فأنت شخص منتبه دائما لما حولك. حسنا، الآن انتهت الخدعة السابعة، ولكن سأترككم مع تحدي آخر عبارة عن صورة بها شيئان مختلفين. شاهد هذا. الآن وصلنا إلى نهاية الفيديو، لا تنسى المشاركة في التعليقات بالاختبارات التي استطعت حلها وأيا منها قد أعجبك. إن أعجبك هذا الفيديو لا تنسى مشاركته مع أصدقائك وأن تشترك في القناة لدعمنا في الاستمرار ونشر المزيد إن شاء الله. إلى اللقاء.